ما وضعيتنا مخوش وضعيتنا مخوش وضعية عمي. صرخة تعكس مجرد القليل من مدى التهميش والفقر الذي يعصف بالكثير من العراقيين. هنا وسط سوق الشورجة في بغداد يكدح المئات من العتالين في شهر رمضان محاولين بشتى السبل توفير قوت يومهم بالرغم من الطقس شديد الحرارة وطول المسافات التي يقطعونها، بيد أن ما يثير مخاوفهم هو حالة شلل الأسواق والأزمة الاقتصادية، إضافة إلى التجاهل الحكومي المتعمد لمعاناتهم. شغل ماكو بالشارع، أمن الوضع مو زين، يعني تو على السياسيين تو على اليمين ما حد يوقف لنا شغل، شغل شارع ماكو. زين احنا شنو ذنبنا؟ نسحب عرباي، نسحب شيء بالشارع. جانا واحد سأل علينا قال لنا ماكو واحد جانا، تو على الرعاية ماكو راتب. تحكي وياه ماكو، وين نطوا جينا؟ احنا صاحبين جهاز، صاحبين عوائل، قاعدين ايجارات. ما حد جانا، ما حد سأل، ما حد قال. بس وقت الانتخابات يجونا ويسيلون. وضعية تعبانة، احنا حضر، احنا مو مال حضر. حد مو مال حضر احنا. احنا كسبة يوم بيوم. والعيشة صعبة. أنا بيتني بعيد. أبعد مكان بغداد. أطراب بغداد، أروح وأجي. أذبل 10,000 أروح وأجي. وأنا عشان أقول أطلعها. يا ابن الحلال. وعلى الرغم من قسوة هذه المهنة إلا أنها لم تجذب فقط سكان أطراف بغداد إلى سوق الشورجة، بل جاء البعض من أقصى جنوب العراق ليجدوا أن الوضع لا يختلف كثيراً عما هو في مناطقهم. والدولار صعد، المواد الغذائية كلها صعدت. وانت شفنا حمالة والصيف من الصبح لليل حصل لك 25,000-30,000 تقضيهن. يكفي. اي والله ما يكفى له. الكراوي وياك شربك هذا الحظر منه. قعدت 3 أيام تاثر عليك. ما الحظر، واحنا جيتنا من الناصرية اللي جاي على مود شغلنا. تعب واحد جاي من الناصرية اللي جاي يقعد. والدولار هذا دمرنا دمار وصعد لي جاي. هسه لو ينزل الدولار شارت حيلة. بس عمرنا يعني 46. اي والله هنقضي عمرنا شن دوب هاي ابنها بالحمالة وبالشورجي. ومع اشتداد الأزمة الاقتصادية تزداد أعداد الملتحقين بهذه المهنة الشاقة، وباتت ملجأ الكثير من أصحاب الشهادات وكبار السن.